السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد العصير اللي كيجي لذيذ وسهل، اللي ما كنحتاجوش فيه مقادير كثير. نخليكم مع المقادير. اول حاجه كنحتاجو كاكي، وحده متوسطه، كنحتاجو 3 ديال البرتقالات. انا عندي هنايا البرتقال ديال العصير كيكون بحال هكا، كنحتاجو 3. كنحتاجو سكر حبيبات اولا سكر سنيده حسب الذوق، وهادشي كله غادي نطحنوه مع لتر لارب. انا عبرته هنا في هذا الميكسور. كيحتاجو لتر لارب ديال الماء، الماء يكون بارد. ندوزو للطريقة. بعد ما طحن العصير ديالنا غادي ناخذوه وغنصفيوه بشي صفايه يكون عويناتها محلولين شويه، يكونوا عويناتها كبار شويه. وهذا هو العصير ديالنا ملي وجد. كنتمنى انكم تجربوه في الدار، راه ساهل ما كيطلبش مقادير كثير،